السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل ملحق كتاب المعاصر 2024 بداية من بيج 39 39 نبدأ. بسم الله. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A و B و C و D. Number 1 My mom always أمي دائما space my breakfast. طبعا بتعد وتجهز الإفطار، اسمها makes my breakfast. أما عندي does يقوم و gives يعطي، deletes بمعنىها يذيل أو المحذوفات. يبقى عندي تاني my mom always makes me، يا أمي دائما تعد الإفطار أو فطوري. does بمعنى يقوم أو يفعل، و gives بمعنى يعطي، deletes المحذوفات. بعد كده السؤال number 2 when they open the curtains، عندما يفتحون الستائر. there is always، هناك دائما الكثير من space in the room، في الغرفة. طبعا sunlight اللي هو ضوء الشمس. أما عندي قمر moon، darkness الظلام، و study معناه يذاكر أو يدرس. بعد كده عندي السؤال number 3 بيقول لي their new house، يعني منزلهم الجديد. in is in the country near a space line، منزلهم الجديد في الريف بالقرب من railway line، يعني خط السكة الحديد. airport مطار، school مدرسة، street شارع. السؤال number 4 a space is a place، بيكون مكان. where حيث people go، حيث الناس بتذهب. when they do something wrong، عندما يفعلون شيئا خاطئا. طبعا prison السجن. اما عندي basin اللي هو الحوض، بارك الحديقة، و temple معناها المعبد. سؤال number 5 the space are people، بيكونوا ناس. without enough money to live on، بقول لي ناس لا يملكون ما يكفي من المال للعيش. طبعا دول البور الفقراء. rich طبعا غني. young صغير السن، brave شجاع. يبقى the space are people، the poor people الناس الفقراء. without enough money، بدون أو لا يملكون ما يكفي من المال to live on، للعيش عليه. يبقى عندي هنا بتكلم على التعريف الفقراء اللي هم البور، brave شجاع، young صغير سن، rich غني. بعد كده unit 2 street food sellers put their food space in the best places in the city، بائع أطعمة الشوارع بيضعون طعامهم أو الكشك الطعام الخاص بهم في أفضل أماكن في المدينة. يبقى عندي هنا food stall. عندي still هنا بمعنى ساكن أو ما زال، stall بمعنى كشك الطعام، وعندي still بمعنى تافه أو قديم أو تافه، وهنا sell معناها مزاد علني أو عرض للبيع. سؤال نمبر 2 it's a space to get worried، ان انت تشعر ببعض القلق وكمان feel sad والحزن احيانا. بعض الشيء يبقى من الطبيعي، إلا كلمة normal طبيعي، unusual غير عادي، normal غير طبيعي، strange غريب. يبقى الأمر يبدو طبيعي إن أنت تشعر بالقلق وكمان تشعر بالحزن بعض الإيه؟ بعض الشيء. يبقى هنا عندي normal، strange غريب، abnormal غير طبيعي، normal إجابة صحيحة طبيعي، وعندي unusual غير عادي. بعد كده عندي number 3 or an space is a boy ولد or girl أو بنت aged يبلغ عمرهم من 13 to 19، من 13 ل 19. طبعا ده تعريف التينيجر المراهق. child طفل، وهنا baby طفل رضيع. old man رجل عجوز. بعد كده عندي number 4 بيقول لي well done ياسر، احسنت يا ياسر. that's great news، دي اخبار كويسة جدا. الامباثي تعاطف، فريز عبارة، sorry بمعنى اسف. الاجابة الصحيحة news، يعني that's great news، يعني تلك بتكون أخبار عظيمة أو سعيدة. Number 5 we need a computer and engineer، نحن بحاجة إلى مهندس كمبيوتر. to space our computer لتصليح الكمبيوتر الخاص بنا. يصلح معناها repair، أما prepare معنى يجهز، care بمعنى يهتم أو رعاية، و rare معناها نادر. الإجابة الصحيحة عندي repair. يبقى we need a computer engineer، نحن بحاجة إلى مهندس كمبيوتر. to لكي repair يصلح our computer الكمبيوتر الخاص بنا. بعد كده عندي بيج 40 صفحة 40 unit 3 a terrible event، يعني حدث فظيع. such as an earthquake، يعني حدث رهيب أو فظيع مثل الزلزال. هو بيكون disaster اللي هو بمعنى اللي هي كارثة،
تكون كارثة. بارتي حفلة، برايز جائزة، هابت عادة حدث فظيع أو رهيب مثل الزلزال بيكون طبعا كارثة disaster. يبقى إذن طبعا أي حدث رهيب بيكون زلزال بيبقى disaster اللي هي بمعنى طبعا كارثة. أما برايز جائزة، وعندي habit عادة، وبارتي معناها حفلة. بعد كده نمبر 2، or any species is someone who works for no money. ده طبعا شغال بدون او بدون مال او نقود، volunteer المتطوع، engineer مهندس، teacher مدرس، patient مريض او بمعنى صبور. السؤال بعد كده نمبر 3، the ancient Egyptian doctors، الاطباء المصريين القدماء، space down their ideas، افكارهم، كانوا بيدونوا بقى wrote down بمعنى يدونوا أفكارهم. took أخذ، made صنع، put وضع. وميد هنا معناها مصنوع يعني، took بمعنى أخذ. سؤال نمبر 4، a space knows، بيعرف how to look inside، يبص داخل، the body الجسم، to help people who are ill، لكي يساعد الناس المرضى. ده طبعا بيكون السيرجن اللي هو الجراح، بيعرف ازاي يبص طبعا داخل جسم المريض طبعا عشان يساعد الناس اللي هم بيكونوا ايه، يعرف كيف ينظر داخل الجسم لمساعدة المرضى. يبقى هو بيتكلم عن تعريف السيرجن الجراح، دكتور طبيب، بايلوت طيار، بيكر معناها خباز. بعد كده السؤال نمبر 5، the space take in air and help us to breathe، بياخد الهواء بيساعدنا ان احنا نتنفس. يبقى عندي مين؟ lungs، رئتين، brains العقول او اللي هو بيتكلم عن المخ يعني، hearts معناها طبعا القلوب او hearts القلوب، legs الارجل او الساق طبعا الساق. يبقى ده الحاجة دي بتساعدنا ان احنا بنتنفس، بتاخد الهواء بتساعدنا ان احنا نتنفس، ده تعريف اللي lungs الرئتين. اما هنا brains اللي هي الادمغة او العقول يعني، hearts قلوب، وليجز بمعنى طبعا عندنا ايه، بمعنى الساقان الدائرية، الساقان. بعد كده مراجعة على يونيت 4، بولي بيترا ان جوردن، يعني البتراء في الأردن، ديتس بيرجع تاريخها تو اراوند عندي 300 بي سي اي، دي طبعا 300 قبل الميلاد. يبقى يرجع تاريخها طبعا ايه، 300 طبعا around 300 BCE 300 سنة قبل الميلاد. يبقى احنا تاني أرض البتراء، بيترا in Jordan، dates بمعنى يرجع تاريخها to around حوالي طبعا 300 BCE. بعد كده السؤال نمبر 2، it's important to learn about، من المهم ان انت تتعرف او تتعلم عن historic places، الاماكن التاريخية around the world حول العالم او في اماكن حول العالم. funny مضحك، history معناها تاريخ، و historian معناها المؤرخ. history تاريخ، funny مضحك، و historic معناها طبعا تاريخي. سؤال نمبر 3، a space is a pot used، يعني إناء بيستخدم for holding flowers، عشان يمسك الزهور. طبعا بيتكلم على ال vase اللي هي بتكلم عن الفا اللي هي الفازة. يبقى عندي تاني necklace معناها القلادة أو العقد يعني، ماسك قناع، vase اللي هي الزهرية، tool بمعنى أداة. يبقى هنا تاني عندي a space is a pot used for holding flowers، ده بيستخدم لحمل أو لمسك، لحمل أو يحمل الإيه الزهور، ده بيتكلم على الفيز اللي هي الزهرية. سؤال نمبر 4، people made space with clay from the river Nile، الناس صنعت الأواني with بالفخار from the river clay من الإيه من النهر. يبقى الناس صنعت ايه، صنعت الأواني بطين من نهر النيل. باتس الخفافيش، خفافيش، وبيتس معناها السر أو السراير، وعندي بيتس معناها طبعا طبعا الخنف، بيتس معناها طبعا عندنا بيتكلم على الايه. يبقى عندي تاني people made صنعوا، بوتس الاواني،
with clay بطين من الفخار from the river Nile من نهر النيل. بيتس خفافيش، بيتس أسر أو سراير، وبيتس معناها طبعا بنجر البنجر. بعد كده number 5 you should walk carefully and follow the space. يجب أن تمشي بحذر وتتبعني أو تتبع signs العلامات tools أدوات drums معناها بمعنى طبول وماسكس أقنعة. يبقى تاني you should walk carefully and follow the signs اتبع طبعا ايه العلامات tools أدوات وعند درامز الطبول ماسكس معناها أقنعة. بعد كده مراجع على unit 5 a space is like an online diary بتكون مثل يعني المفكرة عبر الانترنت أو تكون أشبه بمفكرة أو مذكرات إلكترونية. عندي community مجتمع محلي blog مدونة دي الإجابة الصحيحة distance معناها مسافة و donation معناها التبرع. يبقى A space is like an online diary بتكون مثل أو أشبه بمفكرة إلكترونية أو مذكرات إلكترونية. ده طبعا المدونة community مجتمع و distance مسافة donation بمعنى التبرع. السؤال number 2 My parents والدي المفروض إن الإجابة صح donate تبرعوا بmoney to a charity لجمعية خيرية which التي helps disabled people التي تساعد الناس المعاقين. إرن يكسب مال وين يفوز again. يبقى عندي كلمة جين دي بمعنى طبعا ربح أو مال أو منفعة ربح أو مال أو منفعة. وين يفوز ويرن يكسب مال. My parents donate money to a charity which helps disabled people. سؤال نمبر 3 space means بتعني something يعني شيء happening بيحدث without a plan بدون خطة طبعا عشوائي اللي هو random. ميسي فوضوي. Kindness بمعنى يعني الطيبة أو العطف و helpless معناها عاجز أو بائس. بعد كده عندي بيج 41 بيقول لي number 4 a space that أن it's important والمهم for famous people الناس المشهورين to donate money تتبرع بفلوس. disagree بمعنى طبعا لا يوافق. agree وافق. refuse يرفض. watch يشاهد. يبقى من المهم إني طبعا I agree that أتفق أن من المهم it's important for famous people to donate money يتبرع بفلوس. سؤال نمبر 5 the building is very tall مبنى طويل جدا but we can go to the top لكن يمكننا الذهاب إلى القمة in the lift طبعا بالمصعد أو الأسانسير. attic الصندرة we left يسار stairs السلالم. يبقى the building is very tall مبنى طويل جدا but we can go to the top in the lift يمكننا الصعود للقمة عن طريق المصعد أو الأسانسير. بعد كده number unit 6 the volunteers المتطوعين want to make the river يريد ان هم ان يجعلوا النهر عندي clean نظيف but say dirty قادر ugly قبيح. so number 2 the space is a building where you can pray مبنى is building بيكون مبنى حيث you can pray يمكنك ان تتصلي the mosque عندي المسجد school مدرسة hospital مستشفى park حديقة. the mosque المسجد إذ أبلني يكون مبنى where حيث you can pray يمكنك أن تصلي. سؤال نمبر 3 a space is a long area منطقة كبيرة of water من الماء made for ships يعني صنعت لي السفن or boats بالقارب دي canal للقناة المائية. موسكي مسجد chart اللي هو طبعا رسم البياني رسم بياني واللاين خط. يبقى هنا الـ a canal القناة المائية is a long area منطقة كبيرة of water من الماء made صنعت for ships للسفن or boats والقوارب. سؤال نمبر 4 we need more rain نحن بحاجة للمزيد من المطر or there أو there ربما أن يكون يوجد طبعا drought الجفاف flood فيضان rubbish قمامة fuel فيضان. عندنا الفيضان flood rubbish قمامة fuel معناها الوقود ودي قمامة
flood فيضان drought الجفاف. We need more rain or there might be a drought. Number 5 I work for a charity which speaks after sick animals. أنا أعمل لجمعية خيرية التي looks after تعتني بالsick animals الحيوانات اللي هي المريضة. gives بمعنى يعطي, takes بمعنى يأخذ, ومakes بمعنى يصنع أو يجعل. بعد كده عندي show the correct answer from ABC or D. على unit 1 قواعد space marine marine مفرد listen فعل في المصدر to music on the bus على الحافلة أو الأتوبيس. yes she does. أنا هنا طبعا الجواب عندي سؤال الإجابة عندي بدوز ده مضارع بسيط الفاعل مفرد يبقى السؤال بدوز على طول يبقى الإجابة الصحيحة عندي دوز وعندي فعل في المصدر. دو عايزة مصدر ومع الجمع هاف عايزة تصريف تالت ديت عايزة طبعا كلام في الماضي. هنا طبعا الإجابة عندي دوز الإجابة الصحيحة عندي دوز يبقى دوز مريم listen to music هل مريم بتستمع إلى الموسيقى on the bus على الحافلة أو الباص. yes she does. الإجابة هي طبعا هتكون السؤال. So number 2 I space get up الفعل عندي جمع نشوف طبعا معنى الجملة. استيقظ مبكرا at the weekends في الأجازات أو العطلات to have لطبعا لأخذ enough sleep يعني نوم كافي يبقى I never أنا بنصحاش بدري في الأجازات عشان ناخد قسط طبعا إيه كافي من النوم يبقى الإجابة عندي never. number 3 space do you live I live in Tanta. Tanta طبعا أنا بتكلم على مكان بسأل على المكان بعدد استفهام where do you live أين تعيش I live in Tanta. how معناها كما وكيف وين معناها متى للزمان what ما أو ماذا للسؤال عن الأشياء يبقى الإجابة الصحيحة عندي where. سؤال نمبر 4 بيقول لي she gets هي بتستيقظ هنا طبعا مضارع بسيط هو الفاعل في s بعد and طبعا هيكون الفاعل طبعا عندي هنا ايه مضارع بسيط مع المفرد بناخد has هنا gets she gets up early بتستيقظ مبكرا and has breakfast وكمان بتتناول الافطار لان الفاعل مفرد بياخد has بمعنى يتناول او لديه او عنده. نمبر 5 shall we الاقتراح على طول هل لنا ان نذهب يبقى شال يبقى محتاج الفعل في المصدر على طول بدون اي اضافات يبقى shall we go to the beach tomorrow هل لنا ان نذهب للشاطئ غدا يبقى الاجابه عندي الفعل في المصدر بدون اي اضافات عندي go. سؤال طبعا على يونت 2 بيقول لي why is انا عندي هنا الفاعل واداه استفهام وعندي الفعل المساعد is والفاعل محتاج الفعل المضاف له ing لان السؤال في المضارع المستمر present continuous اداه استفهام عندي is والفاعل مفرد والverb plus ing his food stall يعني الكشك الطعام الخاص به at this place في هذا المكان يبقى لماذا على كمال parking ان هو يركن his food stall كشك الطعام الخاص به at this place في هذا المكان يبقى الفعل المضاف له ing السؤال في المضارع المستمر. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.